يا اهلا وسهلا. يا هلا هلا والله. يا هلا عبدو. اهلا باسل. اهلا ميرو. هلا حبيب حبيب قلبي. دخلنا في الحلقه على طول. طيب شوف انا ما هقول لكم ايش التحدي ولا اي شيء. انا هبدا التحدي على طول. هحط الورق كل واحد فيه يعني اسمينا كلها مكتوبه تمام. هتطلع ورقه. ايوه حتى اسمي. هتختار ورقه. الورقه اللي هيطلع فيها اسم واحد مننا تمام ما هياكل في المطعم الهرم. يعني واحد يسحب. ايوه دحين في واحد فيكم هيختار ورقه وهيختار المطعم. اول واحد هيكون امير طبعا. ممكن انت تسحب اسمك بنفسك. هذه مشكلتك. لا طالع فيا. تفضل ورقه صحيح. سي يا الله ايش البصره دي. خلاص انا هاخذ ورقه. يلا اسحب. ايش اسم المطعم اللي تبغاه؟ ايش اسم المطعم قبل ما تفتح الشخص؟ انا هختار مطعم بيتزا. طب افتح الورقه. خليني انا بعد كمان الاحتياط. طلع باسل. باسل لا بربك طلع باسل. يلا المطعم الاول. المكان الاول. ودي اكلكم جوا قبل ما نبدا الفيديو. لا تنسوا تعطونا اقوى لا. بسم الله. يا مش في تعال خش الصنصر. ايش بو زعلان ده؟ بعدين انتم مو كنتوا فريق؟ راح ينزل احلى ببروني كذا صنصير. شوف كيف هنا عبده محشور. تحس مره صغيره ما صنصير. اتاكم تايتن. فكر يا باسل في مطعم بعده تاكله خلاص. انا عارف هو ايش يبغى. يبغى رز ولحم. انا عارف رز ولحم. انا عارف يبغى. هذه لايك لايك باس لايك. قول له سوي لايك. قول له نبغى 100,000 لايك. 100,000 لايك. ايوه كم؟ مليون 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 لايك. مليون لايك؟ هذا شوفي داخل. تفضل. والله لا 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 خليل ما في. والله انت يلا باسل. يلا باسل. ايه والله خليل. أيوة. هذا هو المحل يا جماعه. اسمه سومو. محل يبيع بيتزا جديد في جده. شفناه كده كثير ناس بتصوره. خلينا ندوق. طلبنا 3 بيتزا وطلبنا بطاطس ومويه. الحساب الكلي 172 ريال. ليش 3 بيتزا؟ حسبناك بالغلط. ممنوع. ما راح اكل عادي يا اخي. اذا اكلت عارف ايش حسوي فيك؟ عارف ايش حسوي فيك؟ شو حتسوي؟ سلام. هلا والله. هلا هلا والله. هلا حبيبي حبيبي حبيبي. في اي بي الصراحه. هذه بترفع. شوف الكراست. شوف الكراست. الكراست شوف كيف؟ ايوه بيفكرني بالحلقه اللي شفتها عند باسل حق ايطاليا. كان مره يتكلم على الكراست. الكراست ايوه اللي ايطاليا. والله انك صادق. صح 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 صح. شفته قريب. والله هسه تذكرت الحلقات. اوكي هسه تذكرت. ايوه ايوه بالله امير دوب. ايوه بسم الله. اوه يا مان احنا في ميلان ولا ايه؟ ماني عارف. بس شوف هذه بالترافل. يقول لك الترافل اللي عنده مستورد. الترافل الاسود الفاخر جدا. الله 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 الله. صحتين. حار حار حار. انحلق. دير بالك حالك. دير بالك حالك. انحرق حلقي يا واد من كثر ما حار. الله 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 الله. الصوص اللي فيها مره ممتاز يا شيخ. موزون مع الترافل والتشيز والفطر الموجود هذه وحبات الترافل. رائع رائع الصراحه. ممتاز البيتزا. احسنتم يا صديقي. شكرا. ايه والله الصراحه حتى بيتزا المارغريتا طيبه. نخش في الترافل. انا ليه قاعد بالنص بينكم؟ لا لا خليك خليك مكانك يا باسل. الله الله الجبنه بتنط. انتبه بس الجبنه تيجي عليك بالله. قاعد يلعب كوتشينه. محزن محزن الموضوع. خذ خذ البطاطس الترافل بدوك. ايوه صوص صوص ترافل. شم ريحته باسل ترافل. استنى خلينا اغمس فيه. اوه شم يا باسل ترافل ولا لا؟ تلم تاكل انت؟ هو ايش بياكل شريف؟ المفروض هو ما باكل في الحلقه. لا انا اسمي محطوط. باسل كيف تعرف الترافل اصلي ولا لا؟ شم باين انه اصلي. انت الحين حتشبع المطعم الجاي ما حتاكل عادي لانك اكلت اوريدي. سؤال ليش عندك 4 شرايح؟ عشان نغير الموضوع لانه بدا يشد. ليش عندي 4 شرايح؟ ايوه لانه اكثر 4 دول سبايسي. ايوه ادينا ادينا سبايسي. السبايسي مع الاكل يديك في الاربع دول ما تخليك توقف. شو هي اكثر 4 دول بضل اتردد عليها دائما شرايحها معاي؟ والله السعوديه منها هاي الحين موجوده جوا. حلو. هاي واحد يعني 5 هم. السعوديه واحد. بريطانيا 2. الامارات 3. عمان 4. عمان 4. 5. في 5. في 5. في 5. اسبانيا. الله عليك. صح. اسبانيا عندهم بيتزا لذيذه؟ لا هذه المشكله. ايوه تخلص سريع. هذه يا باسل دبس ده ولا
يمكن اه يمكن لا. يلا خلص عاد خلصونا يلا نروح اللي بعد. اللي بعد يا اخي الواحد لما ياكل لازم ياكل راحته في الاكل. يا بستطعم يا اخي انا تعلمت الاستطعام منك ويمدح. طيب من دحين خليه يختار واحد هيك رسب حط له الاوراق بالمره. هتختار المطعم قبل لا تفتح الورقه. افتح 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 اسمع هاي مش هي اللي انا مسكتها اول مره. هاي اللعبه ما بتنفع الاسامي الاسامي لا لا طيب وريني. لا لا مكتوب بس الجوا طلع لي الحين كل ورق ورجيني انها مختلفه. لا لا ما ينفع اسمي مكتوب. لا لا مش القرعه هذه هي اللي انا اخترتها. اوكي طيب يلا فك وريني الباقي مكتوب فيه باسل. لا انا اعترض برضه باسل برضه والله ما حروح باسل لا تخش والله اني رايح اكل المطعم الجاي حقعد على طاوله ثانيه حشوف شباب ثانيين انا رايح انا رايت اخترت بخاري حنروح بخاري حنروح خلاص ماشي بنروح بخاري وانا حاكل هناك هون صحتين وعافيه ما حاكل. نشوفهم في المطعم الجاي نشوفكم في المطعم الجاي باسل ما حياكل اوعدك يلا مع السلامه. اللي بعده اللي بعده شوايه مع رز بس واثنين مويه. لا واحد مشوي. لا يا اخي واحد على الفحم واحد لا 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 الفحم واثنين رز. لا تصدق انا نفسي رايح على الفحم نص على الفحم. الناس ورانا يلا 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 نص على الفحم. تعال يا باسل اقعد على الارض يا اخي تعال هنا يا اخي خليه يقعد دفن نلقى عليه ما حينزل له اكل. اذا جيت حدي لك لقمه خليك تدوق لقمه لقمه. شوف عشان تعرف يا جماعه اني طيب القلب قلت له تعال وما يبغى خلاص. فعلا طيب القلب انا طيب القلب قلت له حدي لك رجل كامله وانا ماني ملزم خوانين اللعبه. خليني اوريكم عبد الرحمن طيب القلب. ها خل الجوال فك فك ما فك 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 يا امسح الفربه الجوال. يا باسل تعال هنا اعرف باسورده بزور. طيب ماشي يلا سويه. متى انولد ده؟ 20/4 اتفق بالطيب ولا ايش؟ يا عمي وريني لا مو مهددني بوريهم شيء. لا 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 الله فين القلب راح؟ القلب فين؟ صح؟ القلب ايوه كانوا يحبوا بعض اللي سمعنا فيه. والله حاولت معه بزر صح. انا باجي بشرط واحد بقعد معاكم بشرط واحد. ايش طلع الاوراق الحين سوي السحب على اللعبه اللي بعديها اذا في طلع اسم غير باسل انا موافق. هذه من قوانين اللعبه اتفقنا عليها عادي بس نخلص الاكل واطلع الاوراق. لا الحين قبل الاكل عشان اذا طلع باسل كمان مره معناته في غش فانا ممكن يطلع اسمك. كل اسم فيه ثلاثه مرات يمكن حظك نحس يطلع في المره الثالثه. احنا ناس ما تغش يا ابوي. احنا ورجيني الورق ورجيني الورق ورجيني الورق عدتها ثلاث مرات خلصوا. تعال معي لا تعترف. أحرق جوالي لو صار نجي. طيب لا تعترف. ما هعترف. أنا وراك فين أنا وراك فين. وراك فين أنا شريف. أسكت. مع عبد الرحمن. في زباين. أنا رايح أخذ الأوراق من عبد الرحمن. هات الأوراق. أديك أنت الأوراق. لا شيخ نبغى بصل يمينا بالله يا واد مصبوط مع الزبيب والجزر هذا. شوف الدجاجة كيف شوف كيف التقميرة حقت المهارات. يعني الوجبة هذه تاكلها بعد عناء يوم طويل كذا مثلا خلصت شغل تعبان مهلوق تنزل تندهر فيها بصل هي معها بصل. باسل تعال تاخذ البصل وتسويه كأنه ملعقة تحط كذا كل شيء تاخذ دجاجة مسكين حزني يا رب حزني والله حزني. تعال 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 اي 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 قوم يا ولد قوم يا ولد اسمع كلامي حينقلب على وجهك لو سمحت. اذا انت حطيتنا في المصيبه دي تعال شيل الكائن هذا عني ما حيروح من قدامي. والله ماسكك انت ماسك بحياته يا ولد مرني. طب اصبر خلينا نشوف الاوراق شوف الاوراق الحين خلي صحن. طيب يلا طلع الاوراق طلع الاوراق هذا باسل نوني امير امير اصبر امير خلاص ما ينفع نطرد المطعم والله حنطرد المطعم هذه فكرة والله فكرة هو اشلنا قدام شلتوني العيال قدام الرجال لا تستهبل انتو. شوف كل اسماء خليها باسل وقص الورق بالضبط نفس الشيء عشان القرعة اللي بعدها ما يعرف اي ورقة اختار. خلاص عبده ما ياكل الفيديو المطعم الجاي خلاص اكل استمتع باللي في يدك هذه خلاص هذه اخر لقمة امير انا اخوك لا فيكتوري الانتصار شايف كيف عادل اللي حاس فيه هو اللي عم يسوي الورق
خلاص سماح هاي انا اللي بدي اقول لك اياها خلاص سماح، بس بعد شوي بس يصير اللي في بالي، بس يصير اللي في بالي اول بعدين بقول لك. انا بقول لك سماح ولا شوف حتى المويه اسمها سماح قبل خلاص يا باسل ما بيننا شيء، تاخذ الامور كلها بجديه، واللحمه اللي بيننا دحين دجاجه فرقنا. والله والله بتمد ايدك على صحني مره ثانيه والله. لا هذه انا بس بسوي لك اللقمه هذا هو، تروح للمغسله وتقول له واحد كب علي شطه يا اخي، واحد بزر كب علي شطه تقول له بس المس الصحن. حداك تلمس صح بيك 500 ريال بس بعيد عن الصحن. صحنك يا امير. لا امير عايد ترى كان هيكتب انت بس امير. والله لقمه واحده بس لقمه هذه نفسي فيها انا عادي صح. امير هو اللي سوى الخطه اصلا، هو ارسل لي واتساب الله يهديك. عارف شو اللي في بالي؟ انت في بالي، انت اللي في بالي. اه انت ليه بالله انت بس يصير اللي في بالي عليك انت. استنى بس بعدين كل الناس بتاكل عادي. استنى شوف ايش مكتوب. فبريكا فنان. ايش مكتوب؟ فوتوشوب. ايه هذا فيديو ترى يا باسي. ايش هذا فنان في الامور دي ما يفرق بيننا. المس الصحن اشوف الجناح. انت ما تاكله صح؟ شوف حتى الاخلاق والله قلبه طيب القلب طيب القلب. خلوني اكل الاول بعدين بصير طيب على طول. شوف قاعد يشوف الطراوه. شيل بيض بس نزل. نزل ما تاكل صدر. ما تاكل اخوي اخذه تكوش على كل شيء. انت امسك حط فمك. لقمة ثانية لشريف. اوكي ايوه هي كلنا كلنا فيني شوي شوايه. ايوه انا كل واحد غطيها فمك عشان تجيب الغلط. روح يدك وسخه. روح هتعشى بيها خذها اللقمة يلا. خلاص ما يبغى. بطلت صح؟ بطل يا كلب تعب عليها والله. شباب عندي اقتراح. تفضل. ثالث يكون حلويات. تغيير مكان ثالث يكون حلويات. كلنا اكلنا خلاص بعنا. نلعب كيلو باميه حجر رقم قص. بس نزل ام العظمه. طيب يلا اللي حيغلط ما حياكل في المطعم الاخير. ايوه حجره ورقم قص تعال انت حتخسر شكلك. خلاص انا وامير دخلنا اللعب. شو انت موافق الحين؟ انت موافق. خسر خلاص لا بربك. خليك في اوريك يا باسل كيف لو حناكل كنافه. لا كنافه. لا والله لا كنافه نابلسية. لا لا كله وحلاوه جبن وحركات وبقلاوه. عندي والله لا اوريك يا باسل. وصلنا المكان الاخير اللي حنحلي فيه. طيب. باسل حنحلي يعني كنافة. وهذا مو بس كنافه يا امير، اشياء ثانيه. اي وهذا ما حياكل. كان مضحوك عليه اخذت له حقه وخسر. خلاص يا باسل اللعبه عدل 100%. ايوه شفت البذوره اللي في الحاره اللي يقول لك يا العب يا كسر قزاز في الارض زي كذا. اول حلقه يا جماعه عندنا حيكون كوكيز عليه ملح بحري. يلا يا امير ورينا نبغى تست عشان نشوف الملح البحري. باسل شوف هذا الكوكيز من اطيب الكوكيز. بس فوق ملح بحري فوق مره والله. ما اطعم الكوكيزات الصراحه. لا تقرب. والحل الثاني تفضل حبيبي هذا كنافة نابلسية. بس ما هياكل صح؟ ايوه بس ما هياكل. صدر كنافة كامل. طبعا انا الصراحة طلبت كنافة بالعينية كده بالعينية. فيها خش في خش سمعته؟ اسمع انا بطلع لك اياها. ما حاكلها. خلاص خليه طلع لك. يلا طلعها. هذا اسمه الموت البطيء. اوبا. شايفه باسل حبيبي فكرك بالبيتزا. هنا ملعقه
ملعقه هنا ملعقه. والله مو لطيف تحدي اليوم, مو لطيف. اسمع مو لطيف. الحين انت قلت انتم غشاشين واثبتنا لك انه كل انه ما نغش, انه ما احنا غشاشين. الموضوع ما كان نزيه في البدايه وانا وقفت في صفك وجبت لك حقه, بس انت رضيت تلعب لعبه. خلاص كل امير كل حق. ممنوع تشرب, ممنوع تشرب, ممنوع تشرب. بس والله مرة لذيذة يا واد, يعني باسل مستوى ترى متوحش اللي قدامنا. اسمع هات الكوكي حطها هون عشان ما توسخ بالكناف. كنافة باسل أزكى كناف في العالم. بوتسون قريبا بتصير فور إيفرون, بس الحين هي حالة خاصة. يعني سون في كنافة باسل لإيفرون. الكنافة تعم جميع أنحاء العالم. عبد الرحمن حسوي له كل يوم دليفري الصبح صحن كنافه هيك بس. والله عشان الكلمه دي تعب كباي بقلبي. اعطيني كوكي بالله عليك. لا كذا ولف. خلاص قلنا كنافه بس. يا اخي شعور حلو لما تاكل الكنافه بشكل عشوائي, ما تاكلها مرتبه فاهم, من النص خشينا كيف كيف النص فاهم. شعور حلو لما نقعد احنا الثلاثه وناكل مع بعض بدون الالعاب اللي بتسووها هاي. مره واحد ما ياكل, مره واحد فيجيتيريان, مره واحد ليش ليش, الحياه اقصر من انك تحرم واحد من ايش شخصنا. حساس يا اخي والله شخصنا المواضيع بزياده. طيب الكوكي قدها رشفه طيب الكوكي من رشفه الاكل اللذيذ. باسل لما يجي ياكل اكل لذيذ يسوي زي كذا لا اراديا. مجنون اهلي اخذوني عدوني عند شيخ يطلع مني جني, لكنه اكتشف اني من ليفل ثاني كيف المعاني تطلع من لساني. ضرب بيا القاصيه وداني مالك زماني, لكن الدنيا فارن دقس تزرع فول تلاقي فجاه يطلع عدس. والله هذا ما يدني فعلي ما يعرف الله لي. بالنسبه للناس اللي بيدخلوا لعند عبد الرحمن الدي ام, يا اخي اشبك عليهم. اصبر اصبر اصبر, في ناس بيدخلوا الدي امز عند عبد الرحمن يسبسبوني موتوا غيظ قهروا من الملك. اذا حبك بالكوري تعرف شو اكبر رد على كل اللي بيسبوك امير شو؟ حبي يكفيك. اسمع انا بمشي او حب خلاص انا اوفر الصراحه, الوضع خرج عن السيطره. ممكن تدخل قبلي تسحب حبي فين انت؟ المهم كذا يكون غلقنا الفيديو, واذا عجبكم الفيديو لا تنسوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر التنبيهات. والامبراطور امير وباسل من قناة لفت اند شيت. خلاص انا قفل عبده ما في يعني انا قفل. انا ممكن اسكر انا مره ثانيه يا خصني. احنا اثنين نسكر يلا بالله ظبطها. اسمع الحلقه الجايه ايوه بنظبط شيء ضد عبد الرحمن. طيب ايه اوكي انا عين اوكي انا عين خلاص اوكي اوكي يلا خلص قفل انا قفلت الاول انت قفل الثاني ولد قفل سلام.